هاي ما شلونك؟ شلون تريدين فول وطعميه وحواوشي وحمام وكوارع؟ يدري يا يما انا قابل بالجيزه، شلونكم اصدقائي؟ تدرون عندنا مطعم ابو العز يقدم جميع الاكلات المصريه وبارخص اسعار، وين؟ بالمنصور. وين؟ انا دلوقتي اعمل لك الكبده الاسكندراني المصريه. المصريه اسكندريه. يلا احسن ناس. الزيت زين. كبده اسكندراني على الطريقه المصريه. الثانيه طبعا هنجيب البصل والفلفل نضيفه عليهم الطريقه دي. نضيف الدقه بتاعتنا دي. الدقه دي اهم حاجه. الدقه دي الخل والثوم والليمون. الخل والثوم والليمون اللي يسموها الدقه والكمون. القدره دي القدره المصريه. هاي القدره المصريه جايبيها من مصر. طبعا هاي ماكو بالعراق من عندها، يجيبوها من مصر. هذا الكشري، هذا المكرونه والرز. طبعا كله عارف الكشري المصري، يعني مش هتكلم عنه. عدس. هذا العدس المصري. طبعا هذا يختلف عن العراقي اكيد طبعا. هذا من مصر. هذا طبعا موجود من مصر. ونضيف البصل، وهذا البصل المقرمش اللي مش هتلاقيه برضه غير في مصر. احسن ناس. ونضيف الحمص بالاخير، والحمص العراقي اللي مع الجنسيه المصريه برضه. حاتم، ده الحمام المحشي بالرز ومحشي بالفريك، معمول بالطريقه المصريه وهو اساسا مصري. وطبعا انت سالتني انت مكتفه ليه؟ طبعا انا مكتفه عشان ما يطيرش. طبعا انا ممكن اطلع انزله الزبون يطير. شنو الاكلات اللي تقدموها؟ احنا عندنا الحواوشي اللي انت سالتني عليه دوت. ده عباره عن خبز عيش مصري مدور، محشي لحمه مفرومه متعصاه كويس، معموله بالتتبيله المصريه، بتتقدم يعني بطعمها حلو. يعني بعد غير اكلات شو عندكم؟ عندنا حمام، عندنا كوارع. كوارع؟ عندنا كوارع جميله. بعد وعندنا باميه باللحمه. ايه. عندنا طاجن عكاوي. عكاوي؟ ده يا سيدي زين. يعني كل الاكلات المصريه موجوده عندكم. مصرية مصرية. مصريه مصريه مصريه. اكلات عراقيه، الكباب، المعلاق، التكه. ايدك على الكباب بيش النفر؟ النفر ب 12000. النفر ب 12. تكه، كباب، معلاق، تلاوي. النفر ب 12. النفر ب 12. يعني ماكو بالمنصور كل هذا السعر. ماكو، ما موجود. مع المقبل هذا يكون. واللحم؟ عراقي؟ عراقي 100%. فول وكشري. تعال نسولف لكم على مكوناتهم. عندك دوت البصل. البصل المصري بتاعنا المقرمش الجميل. وده الحمص، ماشي. وعندك ده العدس، مش عارف انت بتسموه هنا ايه، بس هو العدس ده بتاعنا بتاع الكشري، اللي هو احنا بنسموه عدس بجبه، بس هو ده العدس بتاع الكشري. عندنا هنا الدقه، دقه الكشري المظبوطه اللي هي الخل والثوم والليمون، الحاجه المصريه اللي على كيف دي. الشطه بقى اللي ما حدش يقدر يقاومها بقى بجد. عندك بقى الفول المصري هنا برده معمول بالدقه والطحينه، ماشي، ومعمول بالخلطه المصريه. انتوا بتسموه باجيلا هنا، ده الفول المصري. مو بس اكلات مصريه يقدمون، حتى اكل عراقي عندكم الكباب. تعالوا نجرب الكشري ونحكم عليه على الطعم. رهيب. طبعا معون الفول على 3000 دينار، ويا الحباشات مالته، ومعون الكشري على 5000. طبعا هذا المعون يكفي 3-4 اشخاص. عايزين نشوفك تاني بس. خاتم، عاشت ايدك على الاكل، وان شاء الله متابعين يجوك. ان شاء الله. زين. وعاشت ايدك على النظافه والطعم المصري الاصيل. شكرا جزيلا، حفظك الله. اصيل. بالنسبه للتوصيل عندك السريع، عندك الطلباتي وطلبات، وفي اقرب فرصه بيجي لك على طول، يعني 3 دقائق تكون عندك. على التطبيقات. على التطبيقات. بلي. بلي. ايه؟ وعندك على السريع طلباتي وطلبات. شكرا. اسعار المنيو مالتهم والاكلات. تريدون تثبتون الصورة وتشوفون تفاصيلهم، الأكلات المصرية كل تفاصيلها وأسعارها. أبو العز للأكلات المصرية، وين عنوانه؟ المنصور. هذا تقاطع الرواد، هاي الحديقة الصغيرة. زين، مقابلكم بالركن أبو العز للأكلات المصرية.